سلام. في علوم طبعا في العالم كله، وشيء جميل ان الواحد يتعرف عليها، وفي نفس الوقت الاروع انه ياخذ اللي يناسبه ويترك اللي ما يناسبه. زي اليوغا مثلا، في بيكون ساعات طقوس معينه ما تناسب اشخاص بمفاهيم معينه. مثلا انا بالنسبه لي اخذت الشيء اللي ينفعني من حركات جسد معينه، من تنفس طبعا، لكن الواحد يبغى له ينتبه للحروف اللي بتتقال، الكلام اللي بيتقال، انه ما يتعارض مع الشيء اللي بيشوفه انه يرضي ربه. ففي دي الحاله يعني الواحد بيصير بيضيف لمفاهيمه وقناعاته بشكل جميل وبشكل حلو. التنفس أنا كان عندي اكتئاب حاد، وبفضل الله ما راح إلا بعد الله بمسألة التنفس هذه. كانت تجيني بانيك أتاكس، كان طبعاً اكتئاب. التنفس بطريقة معينة بأعداد معينة بعملها قضت، يعني في خلال يمكن 3 شهور 4 شهور البانيك أتاكس هذه، يعني الواحد ما ممكن يوصفها لأنه ما هو شيء جميل عشان تتوصف. وفي نفس الوقت مهما الواحد وصف يعني مش هيستوعبها إلا اللي مر فيها، حاجة بشعة جدا. فهذه بتروح بطريقة التنفس هذه. التنفس يكون طبعا من البطن، مش التنفس العادي، وهو تنفس البيبي. يعني أول ما بينولد البيبي بتلاقيه بتنفس من بطنه، وهي بتكون إن الواحد يكون قافل فمه والهواء بيدخل من الأنف للحلق للبطن كده. ونفس الشيء الزفير، هذه بتخلي الأكسجين يدخل لأدق الخلايا في الجسم وبتنفع الجسم، بتعادل الكوليسترول، بتعادل ضغط الدم، بتودي الاكتئاب تماما، بتمحيه تماما. البانيك أتاكس بتروح نهائيا، بس لازم طبعا يوميا تتم المسألة، وهي كلها يعني إن كترت بتكون 25 minutes إلى 30 minutes. موجود عندي الكورس في الويب سايت حقي، وعملته بطريقة تانية، في طريقة عادية وفي طريقة تانية اللي هي بالبسملة وأسماء الله الحسنى. يعني شفت أني أنا أضيف اسم الله وأتأمل، أدخل في التأمل مع الله سبحانه وتعالى وأذكره وأقول أسماء الله الحسنى حسب اللي أنا أحسه، فتطلع حاجة جميلة جدا. فكله موجود على الويب سايت اللي يبغاه. سلام.